في خضم المستجدات الاقليميه وتعزيزا لجهود الدوله الجزائريه في تامين شريطها الحدودي وبعد الاخلال بكيفيه استغلال بعض الاراضي الجزائريه من طرف مواطنين مغاربه في واحه العروضه دائره بن ونيف ولايه بشار قامت السلطات المحليه بغلق المنافذ التي كانت تستعملها عصابات الجريمه المنظمه لتهريب المخدرات وفي هذا الشأن أعطت الجزائر مهلة للفلاحين والمزارعين المغاربة المستغلين للأراضي الجزائرية الواقعة بهذه المنطقة لإخلاء الأراضي الجزائرية في الآجال التي تم الاتفاق عليها. في إطار المهام المسندة لوحدات حراس الحدود لا سيما حماية ومراقبة الشريط الحدودي ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة فإن وحدات حراس الحدود جاهزون للمحافظة وحمايه حدودنا الوطنيه من اي تهديد مهما كان مصدره. وقد استجاب الفلاحون المغاربه لنداء العقل وبداوا في مغادره المنطقه معترفين بالعلاقات الاخويه التي مكنتهم لاسباب انسانيه من استغلال اجزاء من الضفه الشرقيه للوادي التابع للحدود الجزائريه. قرر بان ما صافي ما غاديش ندخل لهنايا من 18 3 21 التسلط ديال السلطات ديالنا حتى هي كانت عندنا ماشي غير ماشي غير السلطات الجزائريه حتى هي صرحت لنا بان راه 18 في الشهر احنا ما غاديش نخليكم تدخلوا حتى هي هذا خبر موثوق تيريتوار الجري بالتيفا ما كان مشكل ورغم كل ما يحاك ضد بلادنا هنا وهناك إلا أن الجزائر تبقى مبادئها ثابتة في حسن الجوار والاحترام المتبادل لكنها في نفس الوقت عصية على كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها.